تفجر الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد قبل حوالي شهر. كلمة جاءت مختلفة في الشكل والمضمون عن ذلك الذي ألقاه قبل أسبوعين أمام مجلس الشعب ولم ينجح في تهدئة الاحتجاجات. الأسد أراد من خطابه الثاني وضع خطة عمل للحكومة الجديدة مطالبا إياها بصياغة نهج مختلف في العلاقة بين الحكومة والمواطن. هل ينجح خطاب الأسد الثاني في امتصاص حالة الغضب التي يعيشها قطاع من المجتمع السوري ويؤدي تاليا إلى وقف الاحتجاجات؟ سنبحث هذه القضية بشكل موسع، ولكن نتوقف أولا لنستمع إلى أبرز ما جاء في خطاب الرئيس الأسد. نبدأ بمطالبته الحكومة بإنجاز قانون لرفع حالة الطوارئ خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى. لنقل بأن الحد الأقصى لإنجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ لتكون الأسبوع المقبل، إذا تمكننا من إنجازها هذا الأسبوع فيكون شيء جيد، عدا عن ذلك يجب أن تنجز في الأسبوع المقبل كحد أقصى. وأنا أعتقد بأن رفع حالة الطوارئ بعكس وجهة نظر الكثيرين أو البعض، ليس الكثيرين، البعض الذي يعتقد بأن هذا الرفع سيؤدي لخلل في الأمن، أنا أعتقد بالعكس تماما، رفع حالة الطوارئ ستؤدي لتعزيز الأمن في سوريا، الأمن مع الحفاظ على كرامة المواطن. طبعا هناك قانون، يعني هو القانون الأخير الذي كما جدد الأسد ربط ما تشهده سوريا بما وصفه بمؤامرة خارجية، إلا أنه دعا إلى التركيز على دعم مناعة الجبهة الداخلية عبر الإصلاح الذي يطالب به الشعب والحفاظ على كرامة المواطن. وطالما أن هناك خصوم أو أعداء فلا بد أن تكون المؤامرة هي من الأشياء الطبيعية المحيطة بنا، لذلك لا نركز كثيرا على هذا المكون، المهم المناعة الداخلية الموجودة داخل سوريا، وهذه المناعة ترتبط بالإصلاحات التي سنقوم بها وترتبط بالحاجات، حاجات المواطنين. الإصلاحات طبعا مهمة جدا، ولكن المواطن بحاجة لخدمات، بحاجة لأمن، وبحاجة لكرامة، وكل هذه العناصر. لكن الأسد قال إنه بعد الانتهاء من حزمة القوانين الإصلاحية لن تبقى هناك حجة لتنظيم التظاهرات، متوعدا بإجراءات حازمة لمواجهة ما وصفه بأي عملية تخريب. طبعا عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا، والمطلوب مباشرة من قبل الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب. نحن بهذا القانون نكون فرزنا بين الإصلاح وبين التخريب، هناك فرق بين مطالب الإصلاح. ينضم إلي الآن من باريس ناصر الغزالي رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية. سيد ناصر، دعنا نلقي الضوء على خطاب الرئيس السوري بشار الأسد في هذه المرحلة، هل يمكن أن ينعكس ذلك على الوضع الأمني في سوريا على الأرض؟ بداية مساء الخير إلى كل مشاهدينك. حقيقة جاء خطاب الرئيس ربما التقط فيه جانب من مطالب الشعب، لكن ما زالت هي في مرحلة الوعود كما في السابق. تحدث الرئيس عن 6 نقاط لم ينفذ منها إلا نقطة واحدة بقرار، هي قانون منح الجنسية. باقي النقاط التي تحدث الرئيس بها ما زالت هي ضمن حالة الوعود. النقطة الثانية، الرئيس تحدث عن مؤامرة، ما زالت الحكومة السورية لا تستطيع استيعاب أن الشعب السوري لدى الشعب السوري أسبابه للقيام بالتحرك. بمعنى آخر، خلال 40 سنة الماضية خضع الشعب السوري لحالة قهر اجتماعي انتقلت إلى حالة هدر اجتماعي بعد هدر الدم. لكن ألا ترى أن في خطاب الرئيس السوري في هذا التوقيت استجابة إيجابية لما يحدث على الأرض في سوريا في الشارع السوري، لا سيما وأنه تحدث عن ملفات ربما لم تفتح بهذا الشكل الصريح سابقا كملفات الإصلاح وملفات قانون الطوارئ مثلا الذي طالما اشتكى منه المواطنون السوريون؟ تحدث عن ذلك لكن هو بقي في الشكليات. بمعنى آخر 80% من خطابه تحدث عن الإجراء الحكومي والفعل الحكومي وإجراءات الحكومة والأشخاص، لم ينتقل. المشكلة ليست في الحكومة يا سيدتي، المشكلة في هذه الدولة الأمنية وصلاحياتها وجهازها الإخطبوطي. المشكلة في أن هذه القوى الخفية التي ما زالت تستطيع أن تسيطر على الوضع في سوريا. المشكلة ليست في الشكل، المشكلة في الجوهر، المشكلة
أن الشباب السوري، الشعب السوري يريد التغيير، يريد تغيير حقيقي على الأرض، يريد حريته، يريد كرامته. الحرية يجب أن تكون لها قواعد، قواعد أساسية. أول هذه القواعد هو البرلمان، مجلس الشعب. لم يتحدث الرئيس عن مجلس الشعب، لم يتحدث عن عفو شامل للناس اللي خلال 40 سنة حالة الاضطهاد والانتهاك اللي تم خلال 40 سنة. هذا العفو الشامل كان أغلب الناس تطالب به، لم يتحدث عنه أيضا. لكن هو تحدث عن عفو شامل عن جميع من خرجوا في التظاهرات قبل أقل من 48 ساعة. هذا العفو تحدث عنه، نعم، عن المتظاهرين فقط، لكن لم يتحدث عن عفو شامل للناس الذين تلقوا الانتهاك خلال 40 سنة الماضية. طيب سيد ناصر، هل توقفنا عند هذه النقطة قبل أن نتخطاها ونرحب بمناسبتها بضيفي السيد إلياس مراد، نقيب الصحفيين السوريين الذي انضم إلي الآن من دمشق. سيد إلياس، كيف ترد على ما يقال عن أن خطاب الرئيس السوري ربما لم يأتي بالجديد، أو معظم ما قيل فيه هو لم يتخطى ولن يتخطى مرحلة الوعود؟ مساء الخير أولا، واسمحي لي أن أقول أن هناك البعض لا يريد أن يعرف أو يرى أي شيء جديد في أي خطاب ومهما كان الخطاب يتضمن. من لا يرى في هذا الخطاب شيئا جديدا لا أعتقد أنه سيرى جديدا في أي شيء آخر في هذه الدنيا. ماذا كانت مطالب المحتجين في الأيام الأولى، وماذا كانت مطالب الذين تظاهروا قبل أيام، وماذا كانت المطالب بمجملها، سواء تلك التي كانت في الشارع أو تلك التي قدمت إلى الرئيس الأسد من خلال لقاءاته مع المواطنين الذين استقبلهم. جملة من المطالب ما جاء في خطاب الرئيس أعتقد أنه تجاوز كل مطالب الشارع السوري، وهذا الخطاب أنا أعتبره هو خطاب الثقة بالمواطن السوري وخطاب كرامة المواطن السوري وكرامة الشعب السوري، لأنه تعزيز كرامة الشعب السوري. طيب، لأن الشعب السوري يحب رئيسه، ورئيسه تحدث بما يريده هذا الشعب. طيب دعنا ننظر إلى، يعني ننظر عن كثب إلى عدة أمور بشكل منفصل حتى لا نتحدث بشكل عام عن أي شيء. يعني ما يقال مثلا في جانب من كلمة الرئيس السوري أنه سيعمل على حماية الأملاك العامة والخاصة من التخريب كما قال، والعبث بأمن المواطن. بعدها يجب أن تطبق الداخلية القوانين بكل حزم. ما الذي يقصده الرئيس السوري بالتخريب إن لم يكن ربما ينتوي استهداف المعارضة بشكل أكثر، يعني قد يحمل جانبا أكبر من الشدة؟ أشكرك على الذكاء الإعلامي التي تميزت به بالاجتزاء. هو قال قبلها أنني سأرفع حالة الطوارئ وسيكون هناك قانون للطوارئ يتعلق بكل حريات ويشابه كل القوانين بالعالم، وبالتالي التظاهر حق لكل مواطن، مسموح التظاهر ويستطيع المواطن أن يخرج. وقال أنا أعتقد أن رفع قانون الطوارئ هو إيجابي، لكن بعدها التخريب غير مسموح به، هذه الجملة بالتحديد. فهل مسموح التخريب في أي بلد في العالم؟ أتمنى أن يجيبني أي شخص. هذا إذا رأيتم في التظاهر، هذا إذا رأيتم في حق التظاهر للمواطن السوري تخريبا، يعني ألا ترى في ذلك شيء من التناقض؟ لا 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 أبدا، لم نقل التظاهر هو التخريب. طيب، المقصود في الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة هو التخريب. طيب، ومن اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة في الأسابيع الماضية، على الأقل فيما رأينا في درعا وفي عدد من المدن السورية، الحديث كان عن قمع قوات الأمن والجيش السوري في عدة مواقع للمتظاهرين بشكل أو بآخر. على الأقل هذا ما وردني من شهود العيان. شهود العيان، وأنا استمعت منكم ومن المحطات الأخرى، وعرضتم المنشآت التي حرقت، المؤسسات التي حرقت، القصر العدلي مثلا، مؤسسات مدنية وليست أمنية، أليست ممتلكات عامة؟ هناك مساكن وهناك بيوت وهناك محلات تجارية. أنا أقول الممتلكات العامة والخاصة، حق التظاهر كفله وتحدث عنه الرئيس، بل قال أكثر من ذلك، قال يعتقد البعض أن قانون الطوارئ يحمي. أنا أقول لا، إذا كان هناك تظاهر مشروع وهناك ترخيص للمظاهرة مثل كل العالم فهو أمر جيد ويجب أن يتم، وشعبنا شعب حضاري، لكن حتى ما لا